ما كانت الايام ذيك ما بي لا قعده لا هرجه ايام داعش ايام ما كان بيه اجتماع تمام ما بيسع النسوان تفوت تشتري انت عندك شغل تروح عيلتك تشتري مثلا مو هم ما يخلون الا محرم المحرم يكون بشام وانت هنا مثلا العيله هنا ما يخلونا تشتري ولا يخلونا الا تجيبين محرم وتجيبين ما ادري منو تجيبين والله اليوم اخير كحريه تمام كمجتمع تمام هسه الله وكيله خلينا العجيان بالبيت يبكون عمل ما بي شغل لا بي مصاري الواحد يشتري وغلط تشتري له قميص حقه 15 20 الف وهو حقه كان 500 ورقه تمام واليوم شيء غلا شيء ما يتصور يا اخي ايام داعش طفشنا ما ظلينا هين والله العظيم ما حدا ظل ايام داعش كلياتنا طفشنا يعني ما بعيد ولا بناس والشوارع هاي كلها فاضيه وما نستجري نطلع حتى من البيت يعني لا اني ولا ابني ولا جوزي ولا حدا بس الاسعار هاي ذبحت العالم يا ابني ذبحت العالم وعلى الفاضي لا تاخذ على الفاضي يعني بدنا حل جذري احنا ايه الاسعار يعني هاي البضاعه جايبها جوز قبل 4 5 ايام يرجعوا يرفعونها ارتفع الدولار هي عندها من قديم يرفعون الدولار يعني هو الدولار مشكلتنا الدولار احنا كل انسان يقدر بحريه يروح يشتري ويريد الشيء اللي يريده ويرتاح له ايام الدواعش ما تقدر تنزل انت لحالك الحرمة ما تقدر تنزل لحالها أولادها أو بناتها معاها ما تقدر تنزل بده يكون محرم إجباري أما بالوقت الحاضر لا تنزل الحرمة تنزل أولادها وتشتري والأب يقدم يشتغل الأب يشتغل والأم تنزل تنزل أولادها وبناتها على السوق وتشتري بحرية شيء اللي يعجبه الألبسة الرجالية كنت تشتريها ب2000 3000 حق 6000 أو 7000 ليرة سوري السكاكر تشتريها ب1200 ليرة بالوقت الحاضر حقها 4000 أو 5000 كثير من الناس عزفهم عن هذا الموضوع عم يبدوا شيء على شيء نتيجة تصاعد الأسعار بشكل متواصل يعني اليوم الدولار ب1800 ليرة سوري الناس ما عم تقدر تشتري شيء وقفت نهائياً